ده؟ ايه القرف ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ لسه في ناس في الدنيا بيعملوا الحركات دي؟ انا اقول لك ده يتكوي ازاي؟ ركز اهو كده. فهمت؟ فهمت يا مدير. لازم ابق كل بخه بنفسي. مساء الخير. مساء النور. هي دي اوضه الملابس؟ اوضه وفيها ملابس وفيها ستايلست عالمي بالمنظر ده. تبقى اوضه ايه؟ اوضه الغسيل؟ يعني انت الستايلست؟ لا انا الاوضه. طبعا انت هتشوفوا الاشكال دي فين؟ هتشوفوا الاشكال دي فين في مصر يا جماعه؟ احب اعرفك بنفسي يا فندم، احمد امين اهم ستايلست في مصر والثالث اهم ستايلست في العالم. فيرساتشي، كيم كارديشان، احمد امين. حصل يا مدير. اهو. بس انا ما سمعتش عنك قبل كده. لا هتسمع عني فين؟ انا بشتغلش عربي، غربي بس. حضرتك سمعت عن افاتار؟ اه طبعا، افاتار طبعا شفته، بس ما كانوش لابسين فيه حاجه. لا ده الخيال الضيق بقى. شفت درجه اللون الازرق اللي كان مدهون بيها الناس في افاتار؟ اه مالها. اه انا بقى اعز اصدقائي هو اللي عمل بدله ليوناردو دي كابريو اللي في تايتانيك اللي غرق بيها. حصل يا مدير. طيب دلوقتي انا جالي السكريبت ده وفي شخصيه رجل اعمال. مش لا ايه ده، ايه ده تحكي لي سكريبتك ورجل اعمالك انا عارف الشخصيه بتاعت رجل الاعمال، المخرج كلمني عنها. شخصيه صعبه جدا، اصعب حاجه فيها الملابس، يعني الملابس هي البطل، انت مالكش لازمه خالص يا راجل. طيب قول لي الاول، هو عصامي ولا بنى نفسه بنفسه؟ اللي هو مين ده بقى؟ رجل الاعمال بدا من الصفر ولا دي قصه صعود؟ بتفرق. انت بتقول ايه يا ابني؟ انت مش فاهمه. انا فهمت قصدك. عصامي، عصامي يبقى تلبس ده. يلا. انت مش شايف ان البستاج مش مناسب للشخصيه ولا ايه؟ لا بستاج ايه ده، تيشرت. تيشرت. انا مش معترض على انه تيشرت، انا بعترض على اللون. ده لون بستاج؟ ده اسم لون. أيوة. اه لا لا لا، انا اتلخبطت فيه. البستاج اللي هو بيبقى بلطو بخروم وفتحتين من الجناب بيبقى بستاج برضو. مش انا فهمت قصدك. هتصرف، خلاص هتصرف. ما دام عصامي وبدا السلم من تحت، خلينا احنا كمان نبدا من الاول، من الطفوله. انت مش شايف انه صغير شويه؟ لا يا فندم، صغير ايه، ما دام الطول مظبوط ده بيمط معانا. بعدين حضرتك معاك الرسيد، خلال 14 دور ممكن ترجعه تاني. على فكره والله دي اكتر حته ماشيه عندنا. بعدين اللياقه فيها نسبه لكره، ولا انت عندك حساسيه؟ حساسيه؟ لا انا عاوزك تنجز عشان بدات اتخنق. شفت الحساسيه ظهرت اهي. ايوه. ثانيه واحده، رجل اعمال وعصامي، انت نورتنا. امسك. عندنا هنا اعمال صيانه، اعمال حفر، اعمال سفليه، اعمال خيريه. تخيلتك. البس. ايه ده؟ اداره اعمال عين شمس. واضح ان انت مالكش علاقه باي حاجه ولا ليك علاقه بموضوع الملابس ده خالص. بأمارة ان انا مش عارف البستاج من التيشيرت، صح؟ خلينيش اتكلم، افكرك؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ يا نهار ابيض يا باي، ده حتى كلامه وموضه قديمه. معقوله انت تعرف بتكلم مين والحاجات بتاعت الستينات دي؟ مش ممكن. هكون بكلم مين يعني؟ انت دور ثانوي واخرك كده تانية ثانوي. انا مش ممثل اساسا. كمان. انا منتج الفيلم كمان، وبعمل دور عشان ده فيلمي بفلوسي. يا فندم كلك فلوس، انت تعمل اللي انت عايزه. ثانيا بقى، انا صاحب محلات ملابس لاموضه. حلوله. يعني مش محتاج منك هدوم. حضرتك كلك هدوم، تلبس اللي انت عايزه. انت بقى مين عينك هنا؟ انا جاي اساعد يا فندم، هي الاستاذه ساره اللي هي الصغيره اللي بمونيكير دي. مونيكير. انت مين اساسا يعني؟ انا كومبارس برضو، بقول جمله كده زي حضرتك في التترات. كومبارس زي حضرتك؟ لا مش قصدي. انت بتقول عليا انا كومبارس يعني ولا لا 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 حبيبي، لا لا انت تروح يا بابا. لا 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 لو سمحت، لا لو سمحت يا استاذ حضرتك، والله العظيم ما تبقاش قطع ارزاق. انا بحاول اشتغل، لو حطيتني على اول التراك والله تركيبه امكانيات، تركيبه احط لي بس دينامو، والله دينامو. هنشوف. ربنا يبارك فيك يا فندم، ربنا يديك الصحه يا فندم. انت كنت عارف ان ده المنتج؟ عارف يا مدير. انت جربت تفرد وشك قبل كده؟ حصل يا مدير.